نشاطاتنا عم تكون بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العسكري، جمعية حرستا. نحن هلأ السياسة الجديدة اللي عم نحاول كمان نطبقها هو دخول على جمعيات جديدة. هاي لأول مرة هاي الجمعية عم تكون عم تشارك. لعبة البوتشي هي لعبة معتمدة بالأولمبياد الخاص، وعنا فريق الدراجات كمان عم نعمل نشاطات لهم. اليوم عم نعتمد على خلينا نقول وجوه جديدة، شباب جديدة صغار. نتمنى يعني بالمستقبل القريب يكونوا بفرق الأولمبياد الخاصة اللي عم تشارك بطولة العالم وبطولات المحلية، وإن شاء الله يعني أمورنا نحن على فترة هالفترة الآسية اللي مرت على سوريا ضلينا مستمرين. اليوم جهود جديدة بالولاد الصغار. حبينا اليوم بمشاركة الأولمبياد الخاص إنه نجيب ذوي الاحتياجات الخاصة. جبنا 12 ولد من مختلف الاحتياجات، كان عندهم عدة ألعاب جوتشي والدراجات. لعبة البوتشي هي لعبة بتعتمد على التركيز والانتباه وبتعتمد على المنافسة، وبنلعب نحن فرق وزوجي وفردي، وشاركنا فيها بطولات عالمية، شاركنا بالأمريكا واليونان ودبي وجبنا ميداليات ذهبية. ونحن عنا تمرين 3 أيام بالأسبوع بمدينة تشرين الرياضية. جينا اليوم على نادي الجيش نشارك بأولمبياد الخاص السوري للدراجات. في عندي أطفال أعمار 14 وأصغر من 14 للدراجات. في عندي داون، في عندي أكثر من حالي يعني. نحن في ختام النادي الصيفي، هذا أقمناه بمناسبة عطلة المدارس وحتى الأطفال يكون عندهم نشاط ترفيهي، واليوم كان الختام. وباليوم هذا كمان يعني مع الأيام السابقة بدنا ننقي الفريق السوري أو المنتخب السوري اللي بده يمثل سوريا في بطولة العالم القادمة العام الجاي. والحمد لله رب العالمين طلع في عنا يعني خلينا نقول طلع خامات من هذا النادي، وإن شاء الله حنضل مستمرين بتدريبهم مدة 3 أيام كل أسبوع.